أما صيام رمضان فقد جاء بمفتي تونس وقال له سأجمع لك العمال لتزيع عليهم فتوى بأنه لا داعي إلى صيام رمضان لأنه يقلل الإنتاج. وجاء المفتي واجتمع الناس في ميدان كبير بتونس وقال الرئيس إن صيام رمضان يقلل الإنتاج ونحن في حاجة إلى مزيد من الإنتاج. وها هو ذا فضيلة المفتي سيعرض عليكم فتواه فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجاء المفتي ولما وقف أمام الناس في الميدان قال لهم بسم الله وعلى بركة رسول الله أيها الناس أشهد الله وملائكته وحملة عرشه وأنبياءه أن عدو الله كذاب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فاذا كان هناك من يحاول ان يطفئ نور الله فان الله يأبى الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون.